السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم جميعا بدون استثناء على قناة المتواضعة قناة وصفاتي وتطبيقاتي مع بندو. اليوم كما راكم تشوفوا راح نحضر مع بعضنا جواز بروكلو. باش نحضروا هذا الطبق نحتاج هنا كمقادير: عندي ملعقة كبيرة سمن، عندي حبة بصل ملحية مع سنة ثوم، عندي ملعقة صغيرة مطارد، عندي قطعة دجاج، عندي بطاطا كنت قطعتها بهذا الشكل. بالنسبة للتوابل عندي ملح، فلفل الكحل، كزبر وكركم، وكمية من الزنجبيل. تقدري تضيفي الحمص كما تقدري تضيفي الزيتون الأخضر مغلي بطبيعة الحال. ونحتاج أيضا إلى البروكلو، بما أني حطيته يفور نسيت ما حطيتوش في المقادير. في طنجرة كما راكم تشوفوا راح نحط ملعقة كبيرة سمن مع كمية من الزيت، راح نخلي هذيك السمن يذوب. من بعد نضيف قطعة الدجاج، راح نحمرها يعني حنقليها مليح في هذاك الزيت والسمن بدون اي اضافات. بعد ما تقلى هذيك القطعه الدجاج راح نضيف البصل والثوم اللي كنت رحيتهم، نزيد نضيف ملعقه صغيره مطارد وكميه التوابل. من بعد راح نقليها جيدا هذيك المكونات كامل حوالي 15 دقيقه الى 10 دقائق. بعد ما تقلى راح نمرقها بماء ساخن. تحبي تضيفين الحمص ضيفي، ونغلق عليها ونخليها حتى يطيب هذاك الدجاج وتعقد الصوص. من جهه راح نحضر الخلطه اللي راح نقلي فيها هذاك البروكلو. كما راكم تشوفوا البروكلو بعد ما فورتو راح نحطه على جهه ونخليه حتى يبرد تماما باش نبدا نقليه. بالنسبه لهذه الخلطه نحتاج هنا كمقادير: عندي كاس ماء على حسب كميه البروكلو اللي عندك، عندي ملعقه صغيره خميره الخبز ولا خميره اللي نديروا بها الكسره. بالنسبة للتوابل هنا اختياري، انا درت ملح وفلفل الكحل وكزبر، تحبي تضيفي الفلفل العكري ضيفي، وعندي كمية من الفرينة على حساب الحاجة. في وعاء راح نحط هذيك الكمية تاع الماء. بالنسبة للماء كما قلت لكم على حساب كمية البروكلو، اذا كان بزاف ديري كاس كبير. من بعد راح نضيف عليها التوابل ايضا اختيارية، تحبي تضيفي الفلفل العكري ضيفي. من بعد راح نضيف هذاك الخميره اللي هي خميره الكسره، ونبدا نضيف الفرينه بالتدريج ونخلط حتى تحصلي على قوام ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف، يعني قوام عادي كيما تاع المسكوته، شويه خفيف على المسكوته. حاوليك هنا القوام اللي كنت تحصلت عليه، كيما قلت لكم ما تخليش ثقيل وما تخليش خفيف. هنا راح نغطي هذا الخليط ونخليه حوالي 20 دقيقه الى 15 دقيقه يعني يرتاح في عقله. من بعد راح نبدا نخدم به. بعد ما ارتاح هذاك الخليط كما راكم تشوفوا، راح نجيب هذاك البروكلو بعد ما برد تماما راح نغمسه في هذاك في هذيك الخلطه تاع الفرينه والماء والخميره الخبز والتوابل. من بعد ما نغمسه مليح يعني نغمسه مليح في هذيك الخلطه، راح نحطه في مقلاه في الزيت على نار متوسطه ونخليه حتى يطيب وياخذ اللون الذهبي. بالنسبه لهذه الخلطه البنات، الفايده تاعها انه كي تحطي هذاك البروكلو كيما موالفين نستعملوا خلطه البيض والفرينه والتوابل، كانت كي تقلي تحطي تقليها في الزيت راح دير لك هذوك الفقاعات ودير لك كيما نقولوا لهم احنا الكشاكش هذوك تاع البروكلو. هذه الخلطه ماهيش راح دير لك هذيك الفقاعات، راح تبقى الزيت تاعك جديده وكانك قليتي فيها البطاطا عادي. المهم راح تقلي هذاك البروكلو حتى ياخذ اللون الذهبي تماما من كل الجهات. من بعد نحيه. كما راكم تشوفوها هي كي النتيجه تاع الزيت، ما تحركت ما راحت ما جات، كي شغل قليتي فيها البطاطا. بعد ما تقلي هذاك البروكلو والصلصه تكون عقدت، راح نحي قطعه الدجاج نحمرها في الزيت عادي يعني نقليها، ونضيف هذاك البروكلو والبطاطا لهذيك الصلصه، راح نخليهم يغليو غليه ولا اثنين. من بعد نحيهم ونقدمهم، وهذه هي النتيجة. تقدري تقدميها مع شرائح الليمون والدجاج هذاك اللي كنتي حمرتيه في الزيت والزبدة، وتضيفي ايضا رشة تاع المعدنوس. كما راكم تشوفوا البنات، هذه هي النتيجة تاع وصفة نهار اليوم وتدبيرة البروكلو لنهار اليوم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتجربوها كالعادة، وتخليوا لي تعليق اسفل الفيديو بتعليقاتكم المحفزة والمشجعة اللي تخليني نحط لكم جديد. لا ما تنساو الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا الضغط على سبسكرايب أو الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو، وتابعوني على موقع الكوكبات تجدون الرابط في صندوق الوصف إن شاء الله.